قرار ولاية تونس في هذا الإطار، رد الجبهة جبهة الخلاص على هذا القرار. يحضر معنا في المباشر عضو جبهة الخلاص الأستاذ سمير ديلو. أستاذ مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا لك، فضلك، مرحبا بك. كنت أسمع في ولاية تونس وقرار ولاية تونس بمنعكم من تنظيم مسيرة يوم 5 مارس الجاري، تعليقك على هذا الموضوع؟ تعليقي وين عايش السيد هذا ولي جدير بكوريا الشمالية، بمعنى مش عارف يحكي في السياسة، يحكي في القانون، يحكي في العلوم الطبيعية، فاش يحكي؟ لا قرأ قانون، لا قرأ سياسة. أولاً هو يحكي على رفض الطلب، شكون طلب منه باش ننظم مباراة؟ قالك تقدم عدد من شبان جبهة الخلاص. لا ما تقدمناش بطلب، يرجع يقرأ ما تقدمناش بطلب لأنه ماهوش قاري القانون. القانون ما يقولش طلب، يقول إعلان. وأكثر من هذا، اللي ما عندوش صلاحية الموافقة يا أخي عنده صلاحية الرفض. أنا كي نعطيهم إعلان، هو اسمه إعلان، مانيش طالب منه باش يوافق. هو أصلاً ما مش قاري فصل 2 من قانون 69. بالنسبة لولاية تونس مش كيف بقية الولايات الأخرى. هو سيد كمال فقيه يبدو لي أعلن الأحكام الاستثنائية في تونس واستولى على صلاحيات مدير الأمن، مش هو اللي إذن معناه الكلام اللي يقول فيه. وكيفاش عرف هو اللي الناس هذوما يحكي على جريمة حق عام وجرائم خطيرة؟ وين طلع له؟ شافها في الفيسبوك. في ولاية تونس عندهم فترة يطلعوا فيها على الفيسبوك، منين جاء؟ عمل مراسلة لقطب مكافحة الإرهاب وبعثوا له شكون المحللين وشنو التهم، يتفرج في التلفزة، منين عرف؟ قالك من واجبنا أن نكونوا منسجمين مع وجهة نظر الحكومة. يكون منسجم مع اللي عينه، هو حر ومنسجم في الحكومة، الحكومة هي اللي تعطي التراخيص. ولو ما يعرفش كيفاش الجبهات والأحزاب والجمعيات ومنظمات كيفاش يعطيوها شهادة الولادة، كيفاش يعطيوها شهادة الوفاة. الراجل هذا خارج الموضوع تمام، يمشي راجع دروسه وبعد يجي يحكي في الإذاعة. هذا محزن أنه مسؤول في الدولة في سنة 2023 يتكلم بالهرطقات اللي كان يحكي بها والي تونس معكم. هو بين قوسين مش أول مرة راه، وعنده سوابق متاع برا وظهره في اللاك، و14 جام في موش عيد الثورة ومتاع التظاهرات الثقافية والتخاريف هذه. المسيرة باش تقوموا بها كجبهة خلاص؟ لا أنا ما طلبناش إذن باش نقوموا ولا ما نقوموش. نحن طلب منا أن نعلم من نتاج جبهة خلاص تنظم في المسيرات ما وقع حتى تجاوز ولا حتى كيف صار عنف، كان عنف على أنصار الجبهة مش من أنصار الجبهة في ذكرى الثورة مش الأخيرة اللي قبلها. تذكروا شنو اللي صار، والجبهة عندها شهيد في ذكرى الثورة، شهيد نظام الزيان الله يرحمه. ولكن نحن نضالنا مدني سلمي ويلزم يدور لسانه 7 مرات في فمه قبل ما يحكي لقيادي الجبهة الموقوفين، لأن ما ذمك قامات سياسية يشرفوه ويعرفوه هو وأصدقائه الكل. فبالتالي ما نجمش يحكي على شيء معيسة، ولا يحكي على جواد بن مبارك، ولا يحكي على رضا بالحاج، ولا يحكي على أي واحد من اللي يتوقف ويقول فيه كلمة خارج على الموضوع. إذا كان عنده ثقة في مرفق العدالة يخلي العدالة تخدم على روحها، ويلزم يسأل كيفاش يتم حل الأحزاب وكيفاش يتم حل المنظمات والجمعيات. هاوك يعمل تليفون كاتب العام للحكومة توي يجاوبه. أما فيما زاد على ذلك ما يليقش مسؤول في الدولة أنه يحكي على قضايا جارية ما زال اللي محالين فيها يتمتعوا بقرينة البراءة، هما أبرياء كيفهم كيفه. والبحث اللي جبدهم هما في التقرير الإكس إكس إكس ينجم هو يلقى روحه هو ولا واحد من أصدقائه مشبوط نفس الكلام ويبقى يتمتع بقرينة البراءة ونجمه نحن كجبهة ندافعوا عليه. مش تكونوا لأنه فما دعوات اليوم إلى مسيرة ودعوات إلى التظاهر، الجبهة مش تكون في التظاهر متاحة، يعني مش تكون نهار 5 مارس في الشارع؟ احنا ما عندنا حتى حاجة جديدة. سيد الوالي خرج بيان مش عارف شكون دبر عليه وش يخرجه، مخالف للقانون، مخالف للواقع، ما هوش في أول مرة يتصرف تصرف هذا. احنا أول مرة آخر مرة عملنا مظاهرة في 14 جانفي، سيد الوالي قال راه ما عندكمش الحق وراه برشا وباش نتعاركوا وباش نضربوا، تلمت الناس الكل في شارع ثورة ولم يقع شيء مما كان يتحدث عليه السيد الوالي اللي كان يتكلم منذ قليل. وبالتالي خليه يركز على مدينة تونس اللي هي وجه البلاد وجه العاصمة، وشوف الأحياء في العاصمة اللي قاعدين يتعرفوا فيهم إخوتنا الأفارقة للأتباءات،
وسايب عليهم مسألة المظاهرات ومسألة توجيه الاتهامات الجبهة وغيره. شكرا يفضلك عضو جبهة الخلاص الأستاذ سامر ديرو، شكرا لك على هذه التوضيحات. يلا نواصلوا 8:23 على موجاتنا.